قائد محمد خير القاضي، أمين السر العام لجمعية كشاف المسلم، منهنيكم على الاحتفال اللي قمتوا فيه بالأرسكوب بالاس يوم السبت، خبرنا شوي عن أجواءه. الواقع أنه عام 1912 شكل انطلاقة شمس جديدة في دنيا العروبي، هي انطلاقة الحاشية الكشفية. صحيح. هذا العام هو الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جمعية الكشاف المسلم، ومن عبرها انطلاقة الكشفية العربية. يعني اتخذ هذا التاريخ 1912 كبداية لانطلاقة الكشفية مش بس في لبنان بل في الوطن العربي بأسره. ليه؟ لأنه من بيروت مهد هذه الحركة تمددت إلى الداخل، تمددت إلى سوريا، تمددت إلى العراق وفلسطين وشرق الأردن، تمددت فيما بعد أحد قادتنا علي خليفة الزائدي نقل الحركة إلى ليبيا، هو ليبي المولد، إنما كل عمله وثقافة الكشفية كانت بلبنان، أسس الكشاف الليبي. بل وأنه يوم من الأيام كان للكشاف المسلم تشكيل كشفي في بومباي بالهند عن طريق الراحل القائد بهاء الدين طباع الذي أرسل من بيروت لتشكيل هذه التشكيله في بومباي. أصبح نحن هي لما عم نحتفل بالذكرى المئوية إنما ننظر بإجلال واحترام وتقدير لكل أولئك القادة اللي خلال 100 سنة أسسوا الجمعية، حافظوا على مسيرة الجمعية، منعوا الانحراف بالجمعية، استطاعوا رغم كل الأحداث التي مرت على لبنان وعلى الوطن العربي بالكامل، قدروا حافظوا على أن يرفضوا الوطن دائما بالثلاثي اللي نحن تعلمناه واللي بعده ماشي، بكشاف طاهر القول والفكر والعمل. الحمد لله ما زالت شجرة هذه الجمعية تثمر وتعطي ثمارها على هالأسس الثلاثة، هالثلث المقدس هيدا، مبنية على إيمان بالله عميق، على إيمان بالرسل وبالديانات وبالرسالات السماوية، ونحن أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على العهد باقون، إن شاء الله. عهد السلف الصالح، عهد الناس اللي دفعوا هالأمة لقدام، إن شاء الله ما بنسمح أن ترجع لورا. اللهم آمين. طب وخبرونا شوي عن المعرض اللي افتتحتوه. من ضمن فعاليات الاحتفالات المئوية طبعا كان في احتفال للمكتب الكشفي العربي، اجوا لهون حضروا الى لبنان وعملنا احتفال مركزي اعلنت فيه، وللمرة الاولى بشكل لا يقبل الشك انه عام 1912 هو سنة انطلاق الكشفية. التاريخ خلص لا مجال للعبث فيه. اثنين، أقمنا احتفال الفني بالأريسكو بالاس يوم السبت. كان الحقيقة أحد الخطوات وأحد المحطات اللي قررنا أن تكون هذا العام. المعرض هيدا كان لابد أن يحكى للأجيال، أن يعرف الجديد ويتذكر القديم، أنه جمعيتنا اللي عمرها 100 سنة كيف بدأت، كيف نمت، ترعرعت، بقيت وأصبحت. نحن أمانة كبيرة حملناها، يعني أنا دخلت الكشفية بحوالي 1960، 50 سنة، نص قرن، يعني شهدنا نص حياة الجمعية. بتشعر حقيقة أنك تعيش الفخر كله بهالتاريخ المجيد. سبقونا كثير
وعايشونا كتير، واللي حيلونا ويلي عملنا كمان كتير، لتبقى الجمعية بإذن الله على طريقها اللي اختطها الأوائل، وقدرنا الحمد لله نسابق عليها. فبهالمعرض ضمننا مقتنيات الوثائق التاريخية الأساسية النادرة لأول مرة تنشر، صور تثبت هذا التاريخ من أوله إلى يومنا هذا، بعد ما كتب صور نشاطات كشفية، مؤتمرات، رحلات، مشاركات الناس اللي شرفونا وشاركونا باحتفالاتنا ورعونا. على طول كان في رعاية رسمية لنشاطاتنا، على طول كان في رعاية أهلية، مجتمع الأهلي وقف معنا وساندنا لأنه عارف هالرسالة التربوية الخلاقة، هالعمل التطوعي، عمل غرس حب العمل الخير بنفوس أطفالنا. مثل ما الإنسان ما نشبع على شيء شاب عليه، شاب عليه. صحيح. نحن بس شبنا وبدو يروحوا شعراتنا كمان، لأنه من الضروري جدا أنه هذا المجتمع مثل ما يعطي الإنسان يخرج زكاة لأمواله، يجب أن يخرج زكاة عن صحته وعافيته وتعليمه. صحيح. بالعمل التطوعي. بالعمل التطوعي. صحيح. أنا أخشى على المجتمع أن يأتي يوم تقول لواحد مطلق إنسان قطع فلان الطريق يقول لك شو بيدفع. ساعتها على الدنيا السلام. على الدنيا السلام. صحيح. غرس المحبة، اعمل خيرا كل يوم. المجتمع متكامل مترابط، هذا التكافل الاجتماعي الكشفية تحققه بشكل أو بآخر. صحيح. فنحن أمام جزء من هذا التاريخ، هذا الكأس حقيقي هذا، وهي الصورة لما أخذوا فوج غازي بدمشق، وهو كان أهم الاجتماعات العربية يومتها، في 40 فرقة كشفية شاركت فيه، هزت الاستعمار الفرنسي هزت عظامهم انه شو هيدا، شو هالحركه هيدي. على اثرها كان صدر قرار فرنسي بحل الجمعيات الشبابيه والكشفيه، بس رجع بعدين غصبا عنهم لغوا هذا القرار، والانطلاقه ظلت والمسيره ظلت ماشيه، والحمد لله كما ترون يوم بعد يوم نحن بخير ان شاء الله. ان شاء الله. نحن بنشكر كثير الله يخليكم محمد. الله يسلمكم يا رب. بدنا منك كلمه اخيره لوكاله انباء العاصفه. انا سعيد جدا انه ابتدت وكالات الانباء مثل حضرتكم هلا تهتم بهذا الجانب اللي للاسف في كثير ما مهتمين فيه، تصحيح للذوق العربي، تصحيح للانحرافات الفنيه، للانحرافات المفاهيميه في العالم. صحيح. العربي بتستحق هيك حركة وهيك نشاطات، انتباه أكثر وإعلام ذكي وواعي، والله يديمكم إن شاء الله. الله يخليك. الله يخليكم. ممنونك. يعني هلا. وأهم ما فيها أنه بيورجيك بالوثائق المكتوبة كيف كانت تصدر قرارات تعيين المفوضين من بيروت